اهلا وسهلا فيكم، حلقه جديده من اطباء على الهواء. سعيدين جدا بتواجدنا معكم ووجودكم معنا. حنبلش موضوعنا اليوم موضوع حلو، موضوع بيمس ناس حساسين كثير وقريبين كثير على قلبنا. بس قبل ما نفوت بهذا الموضوع كالعادة بدي أبلش بنصيحة صغيرة. برجع بذكركم أرقام تليفوناتنا رح تطلع قدامكم على الشاشة، الإيميل برضو رح يطلع mo.a.khalifa@gmail.com إن شاء الله خلال البرنامج على الشاشة. تبعتونا إيميلاتكم واستفساراتكم واتصالاتكم. الاتصالات رح ناخدها لفترة محددة عشان ما نقطع الضيف وهو بيحكي كتير كتير. في عنا زخم اتصالات بصير، فرح نحاول نتحكم انه نستقبل اتصالات بمرحلة معينة، نجمع استفساراتكم ونحاول نجاوب عليهم واحد ورا تاني عشان نعطيكم اكبر فائدة. نصيحتنا الطبية لليوم لفتت انتباهي هذاك اليوم بالعيادة. انا كان عندي مريض كتير بعزه وبحبه وهو صديق رجالنا الكبار، أبائنا وإخواننا الكبار والرجل في المجتمع الشرقي. بنلاقي كتير في إهمال بصحتهم تحت فكرة ما بحب أروح على الدكتور ولا يقول لي ويطلع عندي هيك ويطلع عندي هداك، أنا بفضل إنه ما أعرف وبفضل إنه إذا عرفت حياتي تنتهي أو ما يكون هذا اليوم موجود أو أكون أنا رايح عن الدنيا قبل ما هذا اليوم ينوجد. حرام. هذا الموضوع احنا بنعتبره قلة وعي، وهدف اطباء على الهواء انه يوعيكم. فمن جهة الوعي، الرجال بعد سن معين في كتير امراض بيتعرضوا لها، مش النساء بس ولا الاطفال ولا الكبار. خلال العمر وانت بتمشي الرجل لازم يعمل فحص دوري بعد 40 للبروستات، كتير ضروري. الصحة عموما لازم الفحص الدوري لها، ومن انت شاب يعني مش شرط انه الواحد يصير زلمة كبير وختيار عشان يروح على الدكتور. لا، حسيت برضة هون، بألم هون، حسيت بنفخة هون، مش شرط انه يكون اشي مخيف او ما تتوقع الاسوأ. دايما على الاغلب هو ليس الاسوأ، مش هو الاكثر انتشارا انه لما تفحص يطلع عندك الاسود. هذا الاسوأ. هذا ما بينفي انه ممكن يكون لا سمح الله اشي سيء، بس دايما اغلبية الامراض عم نحكي يعني عن فوق 90% اذا انا مش غلطان، يا رب غلط احكي بالنسبة قبل ما اشيك 100%، بس اغلبية الامراض والوعكات الصحية احسن طريقة لتفاديها انه احنا نكشفها بدري. كيف بنقدر نكشف اي مرض بدري؟ هذا بيعتمد على انتو مرضانا الاعزاء، مشاهدينا الاعزاء، انه انتو تتابعوا فحصكم الدوري بشكل منتظم وشهري او كل ربع سنة او كل نص سنة، المهم يكون في نوع من الفحص الدوري. هلا انتو بتكون تسألوا شو هي الفحوصات اللي ممكن الواحد يعملها دوريا ووين ممكن يحصل على هاي المعلومة. دائما في اشي اسمه طبيب اسرة او الطبيب العام، هدول أطباء ضروريين جدا في الكادر الصحي كامل. شغلتهم انه يوجهوا المريض اللي عم بيتسأل وين اروح، بدي انا محتاج هيك، عم بيوجعني هيك، هو راح يوجهك، هو راح يدلك. فانا بنصحكم، نصيحتي لكم لليوم رجاء تعملوا فحص دوري وسيبوكم من فكرة انا ما بدي اعرف وانا ما بدي، ان شاء الله خير وما بتشوفوا غير، كل صحة وعافية. حلقتنا لليوم حلقة لطيفة وحلقة يعني ان شاء الله يا رب احنا كتير بنتأمل انه نفيد فيها الجمهور المعني او اللي بيهمه هذا الموضوع، عزيزين علينا، هو موضوع عن كبارنا واللي ما له كبير بيشتري، فلازم ندير بالنا عليهم. حنحكي عن الشيخوخة، حنحكي عن الزهايمر، رح نحكي عن الشيخوخة والخرف والزهايمر. وضيفنا لليوم دكتور عريق مميز له تاريخه بالأردن، بشرفنا أنه لبى دعوتنا اليوم، ومعي الدكتور رشيد زاغة. أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتور رشيد. الدكتور رشيد
أخصائي أمراض الأمراض العصبية، الجهاز العصبي، بورد من بريطانيا والمدينة الطبية سابقا. مساء الخير دكتور. مساء النور يا مرحبا. كيف صحتك؟ أهلا وسهلا. إن شاء الله بخير. يا مرحبا. غلبناك لوصلت لعنا اليوم. مرحبا أهلا وسهلا. كان سلس المشوار. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. دكتور بدنا نحكي اليوم، هلا إحنا بدي أفصلها عشان أسهل على المشاهد. بدي أحكي عن الشيخوخة ألا وهو الكبر، وبدنا نحكي شو ممكن الأشياء الأمراض العصبية اللي يواجهوها الكبار. فشو هل هي في مشكلة إنه نقول شيخوخة؟ أبدا، هي الإنسان يكبر، فلما تكبر الأجهزة تاعته، الأجهزة الوظائف كلها تكبر مع الإنسان، وهذا شيء طبيعي. المهم إن المحافظة عليها بالطرق السليمة، وإنه ما يكون هالانحدار تبعها انحدار شديد. أما كل إنسان بيكبر، معروف هذا الحكي، وهذا طبيعي. اللي بيكون في 40 مش زي أبو 50، اللي بيكون في 50 مش زي 60، اللي بيكون 60 مش زي 70. إيش آخر؟ إنه هون في أمراض، وربنا أنزل الداء والدواء، وفي علاجات وفي أدوية. المهم هون إنه نشخص إحنا، وإذا استطعنا نعالج بيكون أفضل. أما نتك الأمور على السبحانية، هذا الحكي غلط، هذا غلط شيء. وفي أمراض كثيرة خاصة بالشيخوخة ممكن تتعالج، ما نرميها هيك من أفين. هلا الشيخوخة هو كل إنسان بشيخ وبيكبر في السن. هلا إذا بدنا نيجي نحكي للخرف، طبعا الذاكرة تاعت الإنسان بتخف تلقائيا، لازم تخف درجاتها كمل بتخف. أبو يعني كم من درجة لأخرى بتخف، بتسارع بال إنه هالذاكرة تخف أسرع بعض الأمراض. يعني إذا بدنا نحكي دكتور بوضوح شوي، شو هو الخرف؟ هلا الخرف هو إنه الذاكرة بيصير فيها اضطراب وتراجع. الذاكرة على العلم هي الذاكرة نوعين، في ذاكرة بنسميها حديثة الريسنت، وفي ذاكرة قديمة الريموت. هلا هي الريموت ما بتتغير، الريموت هي القديمة. ولذلك بيجي يقول لك أنا يا أخي أبوي ولا هذا بتذكر هو كان في المدرسة بيلعب جلود. طب هاي ما لنا علاقة فيها، إحنا بنحكي عن الريسنت. الريسنت الذاكرة الحديثة هاي تتأثر، شو عمل شو سوى، الواجبات اليومية لما بدنا نيجي تتغير، بيقدرش يقوم بالأعمال البسيطة، فنجان شاي يعمل، يلبس قميصه، يربط حذائه، تتأثر سواقته للسيارة بصير فيها صعوبة، في البيت مكانه كيف يلبس بيجامته، كيف يشرح بيجامته، كيف يتحمم، بده حدا يساعده، ببطل يعرف، لدرجة بتضلها تنزل هاي الأمور، حتى ممكن ما يعرفش وين تخته، وين غرفته بشكل مستمر، بشكل هذا مزعج، إشي مزعج. ولذلك هي الذاكرة واحد، القدرة العقلية والحكمة في الإنسان دائما ممكن يحكي شغلات مش ممكن تقال بالطرق، يعني في المكان الصحيح ما مش معقول بس يخبص لما هي مش حلوة. صح. يعني إحنا في مجتمعاتنا بشكل يعني لازم يكون واحد ثقيل على حاله، ما بصير بالذات بمجتمعاتنا بلباسه، بنعطي أهمية هذا كله الخلق. هو الدماغ هو اللي بيخلي الإنسان كيف يلبس، كيف ينظف على حاله، كيف الدماغ الدماغ هو الماتور تبع الإنسان كل شيء. فإذا هذا الماتور بلش فيه شوية خراب مشكلة يعني، وهذا هو لأنه بصير الناس كتير، أنا بلاحظ بصير لما يصير عندهم أمراض بالخرف وما إلى ذلك بصير بده يخبوه للمريض. ليه؟ لأنه بيعتبروه فضيحة. شوف لوين يعني، هاي ثقافة العيب، هاي ثقافة العيب. يعني بيجي بقول لك يا أخي والله يا ريت عنده سرطان ولا هيك، ولا يزن سرطان، بقول لك سرطان يا أخي بغرفته قاعد لبين ما ربك يأخذ. أما هون 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 مشكلة، هون بخاف يطلع ولا هو طالع بدون لباسه، طالع بخبص في الكلام، طالع ممكن واحد يقول له صباح الخير يسب عليه، طالع ليه؟ لأنه بلشت الأمور العقلية والوظائف الطبيعية للدماغ بلشت تفلت، البريكات فلتت. بيجي بقول لك بنقدر نقول دكتور يعني انه مركز صنع القرار وهو مركز الدماغ. هلا مركز صنع القرار، هلا انت الساعة بتحطها هون، ما بتحطها بمكان تاني، ترفتك بتحطها هون، هذا مين هو اللي بثبتك؟ هذا مزبوط، ما بلبسها على راسي. هذا هو هون هون المشكلة. فبتلاقي بتبلش الذاكرة والأمور تنزل. هلا في نوعين، اذا نزلت باضطراب باستمرار انحدار مخيف، هذا بنخاف، هذا بنسميه احنا الزهايمر. هلا في بعض الامراض الثانيه العقليه
أو الدماغية، يعني بعيد من عندك الجلطات الدماغ وما إلى ذلك، تنزل ثبت وتنزل في أنواع تعتمد. قبل ما نوصل للأنواع دكتور، إذا ممكن نقرأ نوعي مشاهدين الأعزاء أنه كيف ممكن يبلشوا يقرأوا علامات مبكرة على مريض الخرف، لأنه أتصور مريض الخرف صعب أنه يقرأ هاي العلامات على نفسه. لا لا طبعا، فالمسؤولية تقع لا لا على عاتق المحيطين فيه أنه يقرأوا علامات بسيطة. شو هي العلامات المبكرة اللي ممكن تساعد أنه نكشف؟ إشي أكيد، لأنه أولا المريض نفسه ما بيعرف شيء عن نفسه. ممكن يجي لك الذاكرة إذا بدايتها يا فلان أنا الحفظ عندي صاير صعب، بصير أكتب مثلا. أول ما كنت هيك كنت أتذكر شو هالمسخرة هاي، شو بطلت بتلاقي باكل بحاله هاي. بس هلا انه تنزل القدره العقليه شوي مع الكبر مع الشيخوخه عادي، مش عادي طبعا، مش انا زي ما حكيت لك لا 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 هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي. شو هالحكي هلا الماكين متاخذ لي السياره اللي عمرها 10 سنين مو زي العمر 20 سنه، مش زي سياره فكيف بني ادم هاي مزبوط. ماكينه الى 50 سنه الى 60 سنه الى 70 سنه، مش معقول. لازم تنزل، لازم، بس قديش النزول هون المهم، هذا الحده، هذا الانحدار. هلا الان اللي بصير كالتالي، ببلشوا الاهل اللي يلاحظوا. اها، مين اول الناس اللي ممكن تلاحظها؟ الزوجه. الزوجه او الزوج، شريك الحياه. اها، الزوجه والاولاد. اما الزوجه هي رقم واحد. بتلاقي بتروح بتحكي لاولادها. يا فلان ابوك مش عاجبني. اه بالله يا ريت لو تقولنا من الاشياء اللي بتمر عليك بالعياده. كيف مش عاجبني؟ ايش مش عاجبني؟ ماله ابوي؟ ما شاء الله، شو ماله؟